بالصيف من تصير الساعة 10-11 ما نقدر نقعد فيها الخيمة حار يصير نقعد يعني فيها الحائط هذا بعد العصر. يعني من توفى زوجي ما ارتحت الحمد لله. بناتي جوزتهم صغار في سبيل انه يخفف من عني واخفف عنهم والله. الشقق السكنية ستكون أملا جديدا لعوائل عانت الكثير وتحملت المآسي في سبيل البحث والاستقرار بمكان آمن يضمن لهم كرامتهم وحقوق أطفالهم.